حررت مولودية وهران ولاعبيها في غياب المدرب بدو زكي، وقاد أبناء القلعة الحمراء الثنائي عيسى كينان مدرب الرديف والمحضر البدني جمال بيكاجا، وتمكن الثنائي من تحرير العقدة النفسية التي لازمت المجموعة مع بداية المنافسة، وهو ما أكده المحضر البدني بيكاجا عن التهميش الذي عانى منه شخصيا في ظل انفراد المدرب السابق زكي بكل مراحل التحضير، واستدل بالحالة الصعبة التي أنهى بها زملاء منصور اللقاء خاصة في الربع الساعة الأخير، ليبقى السؤال مطروح: أين كان الجميع من كل ذلك؟ ما رياكسيون سي كو سي ان شانجمون تري بوزيتيف. Les méthodes de travail sont différentes. Là, on a travaillé avec une méthode beaucoup plus ludique, win-win sur le plan psychologique. Les joueurs, se sont lâchés. D'abord, la pression, on a fait un peu de la pression. Alhamdoulilah, Rabbi, nous avons fait le travail que nous avons fait. شو ما يخفلكم شان غادي نقول لكم اي حاجه تسمعوا جاي اون هيستوار افيك عيط لي ما خدام ما عيطونيش في الدارني مومون جابوا بريباراتير فيزيك جو دير سكي لوني باغي انا الله غالب ما عندي حتى وعاودوا عيطوا لي في البريباراتير فيزيك اللي مشى على جال بادو زكي ما خلاش يخدم فو دير سكي لوني قط كلب ما خلاش يخدم انتم ما دروك من تبدا ان بريباراتور فيزيك حاجه الاولى اللي يديرها من يعطوا لي شونتيون تاع سي ان سي ليفالواسيون تاع لي شونتيون اللي راه تحت يديه باش يخدم كاين ان تيست كاع الناس على بالها بيه التيست على فيها ماكازورلا هذا هو اللي خلق لو تيست هذا التيست مي ديرها 100% و بور فير بروغريسي لو جوار انت مي تولي تخدم لي كورس تاعك تخدمهم 105 110 115 120 في في الخدمه يعطوا لها لانترميتان 15 ولا 10 بور لو بلان فيزيك حنا سادير جوار كانوا باغيين الماتش قاسوا كلش كاع اللي كان عندهم قاسوهم بروميير ميتان و دوزيام ميتان هذاك هو وصلنا 15 مينوت التاليه اون بوفي بلو نقول لكم زادونا 10 مينوت ايغاليزونا ولا اوروزمون جا تروزيام بوت او مومون اوبورتان كيما نقولوا هو اللي خلانا فيما أثنى مدرب الزوار الأخضر عجالي عن لاعبيه لما قدموه والوجه الطيب في الشوط المقابل الثاني، معرجا على المشاكل التي عانى منها الفريق حين تنقل من الشرق للغرب في رحلة دامت يوما كاملا. On peut pas faire un match alors que la veille depuis 7h30 du matin حتى 12 تاع الليل وحنا on traîne dans les aéroports. Ça veut dire بلي جيت من عين مليلة الوهران وكأني رحت كوب لاكاف. سي كوم انا درت ليسكال في الترك في لا تركي عاود تحبط باسكو اي اون اجونس وانا ريزيرفي لي بي تاعنا و ديرني مومون عاودوا باعوا لنا لي بي تاعنا انا جو سوي فيير دو مي جوار الحق تاع ربي والله غير كونت اون فوا دايور تو الموند لا دوزيام مي تون جو بونس كون اون ا فريمون با دي ميريتي اون اوري بي ريفينير او سكور ا 2-2 دونك انا او كونترير جو سوي فيير دو مي جوار سي ان تري بون ابرونتيساج علاش Parce que je pense qu'on a des valeurs. C'est ce que je dis à mes joueurs. Nous, on a des valeurs. Nous, quand on ne joue pas avec les valeurs, on sera en difficulté. On a deux buts sur des balles arrêtées. Deuxième étape, comme je l'ai vu, on a joué bien. كما نقولوا ما كنا ما تروازيام بيت هذاك اثر علينا شويه باش نعاودوا نوليو في النتيجه كما نقولوا نشكر لي جوار على التراجي هذا اللي درناه على الماتش هذا اللي درناه ما يخفالكش عندنا ماتش ان شاء الله فوندرودي مع السياسي ان شاء الله حنا اللي همنا ادوميسي ان شاء الله نجيبوا لي 3 بوا تاعنا وان شاء الله فيها خير ان شاء الله بيان سور ابري فو سافوار كو سي مون برومي ماتش لا سيزون سا في 4 ماتش جي با جوي اون مينوت ميم لي ماتش دو بري سيزون جافي با ترو جوي دونك الحمد لله premier match à la maison, premier but. Inch'Allah, pourquoi pas en marquer plein d'autres, Inch'Allah, ici. Inch'Allah, la victoire de l'Italie était la réelle pour Mouloudia Touahran.